لكن اللافت للانتباه أنه لم يقل له لا تعصر لربك خمر، أولا لأنه ليس مسلما، بل طلب منه أن يذكره عند ربه. ومن الصور الأخلاقية أنه استخدم كلمة رب، قال اذكرني عند ربك، وهي اللفظة المحببة عند الرجل عندما ينعت سيده بذلك رغم أنه مسجون. وكان يمكن ليوسف عليه السلام أن يقول له اذكرني عند ذلك الظالم الذي سجنك. زين، علينا أن نكون حذرين دائما في ألفاظنا عندما نتحدث عن شخصية عامة أو خاصة، أن نصفها كما هي. الله تعالى سمى فرعون فرعون ووصفه بالظلم، لكن عند التسمية سماه فرعون. دائما عندما يتوجه خطابنا المباشر للشخص أن نذكره باسمه، والله سمعت فلان يقول هكذا، وأنا أختلف معه تماما وأرى أن ما قاله ليس صوابا، لكن من الخطأ أن سمعت ذلك الخسيس وذلك النذل وذلك المنافق وذلك المنحط وذلك الجبان يقول كذا. لا، عود نفسك على أن تنطق الإنسان باسمه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كلمة يا فلان تنطقه باسمه، لأنك لو سميته باسم آخر تكون بذلك قد أوجدت في نفسك بغضا له من ناحية، وقطعت الطريق بينك وبينه في الوقت الذي أنت مطالب فيه أن تقول له كلمة طيبة ربما سيهتدي بها، وفي نفس الوقت يعني أوغرت صدره عليك فصارت بينكما جدر غليظة من الحواجز النفسية. المهم، أنا في يوم من الأيام قال لي رجل، يعني كنا في جلسة، فقال رجل إن ذلك الفلان الكلب يعني وهو مسلم فعل كذا وكذا. قلت له مهلك، على مهلك، على رسلك، ذلك الرجل أقسى وأظلم أم فرعون؟ قال فرعون طبعا. قلت له ولكن الله قال فرعون ولم يقل كلب. فإذا هذه من القضايا المهمة. قال اذكرني عند ربك. ودائما نحن الإعلاميين نكون حريصين دائما على الدبلوماسية في الألفاظ، ونجدها كثيرا في اللقاءات الصحفية التي تكون للساسة عندما يكون لديهم مؤتمر صحفي، ينتبهون لقضية الألفاظ، لا يقولون يسمون الدولة باسمها ويقولون الرئيس الفلاني، رغم أنهم مختلفين يضربوه بالقنابل وكل شيء، لكن يقولون الرئيس الفلاني، يذكرونه باسمه، لا يقولون. إلا الآن طبعا لما جاء ترامب والتراشق بينه وبين كيم أون، كل واحد يسمي الثاني كلب وكل واحد يسمي الثاني، هذا خروج عن المسار الأخلاقي الذي لم تتعود عليه الدبلوماسية الحديثة. طبعا المهم عشان نكون منصفين، رئيس مجنون قابل رئيس مجنون، مش هقول مجنون يعني كلاهما، يعني مش هقول مجنون، هقول رئيس مجنون. لكن دائما الإنسان يعود نفسه على الألفاظ النظيفة. قال اذكرني عند ربك. والقرآن الكريم يعلمنا في سورة يوسف المحافظة على المصطلحات التي ترتاح لها تلك الشعوب وتتعامل بها بينها، سواء كان على مستوى اللفظ أو على مستوى العادة. أما على مستوى اللفظ فكانوا يسمون صاحب العمل بالرب، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المصطلح في كثير من الأحاديث، من رب هذا الجمل، دعها لربها. فالرب هو المالك الشيء. المصطلح الثاني السيد، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. المرأة المصرية في ذلك الزمان تسمي الزوج سيدا، هذا التفسير الذي أرتاح إليه، وإن كان هناك بعض المتأملين يرى أن القرآن الكريم استخدم لفظة سيد لأن سيد في تلك اللحظة يشعر بالانهيار النفسي والقيمي أمام انهيار المرأة أمام الزوج، يعني في لحظة اعتراف لابد أن تقول سيدي سيدي اسمح لي سيدي. فعلى كل حال، لكن هنا يعني من خلال قراءاتي تبين لي أن
المصريين كانوا الزوجة المصرية كانت تسمي الزوج سيدا. يمكن عندكم إلى الآن وأنتم أدرى بهذا طبعا. السيد معروف يعني. الآن حتى في أوزبكستان قيل لي أن الزوجة تسمي زوجها سيدا خجين، تسمي خجين يعني سيدي، لما تنادي سيدي. وهذا كلام جيد، يعني في تلطيف شوية بين الزوجين. المصطلح الآخر الذي استخدمه القرآن الكريم وهو فيه حكاية عن العادات الموجودة في مصر، واحترام الرؤساء واحترام أصحاب المناصب. فالمصريون كانوا عندما يعبرون عن احترامهم لصاحب المنصب يسجدون له هكذا، مثل ما يفعل اليابانيون اليوم بهذه الطريقة. ولما ارتفع موسى يوسف عليه السلام إلى العرش، رغم أن يعقوب عليه السلام وأبنائه لم يتعودوا على هذا الأمر في فلسطين في أرض الشام، ليس هذا من عادتهم، ولكن هنا المقام مقام دبلوماسي يتبع إتيكيت معين. هذه قضية الإتيكيت، عندما أكون في دولة علي أن أتبع إتيكيت يعني الذي تتبعه، حتى لا أكون نشازا وأقول لا أنا متمسك بعاداتي وتقاليدي. طبعا فلما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا. هذا السجود ليس سجود الصلاة، إنهم كانوا فوقهم، رفع أبويه على العرش وهو تحت، فما معقول اللي فوق يسجد للي تحت. فإيه ماذا صنعوا؟ هذه الطريقة. وجدت الطبري وبعض المفسرين يؤكدوا على أن ذلك كان تحية متعامل عليها متعارف عليها في مصر، وهو الانحناء بهذه الطريقة. ولكن لاحظوا كيف أن الإسلام لا يصطدم مع الحضارات ولا يصطدم مع عادات الشعوب وتقاليدها إذا كانت النصوص تستوعبها، حتى لا يكون نشازا. ربما تكون لدي عادات وتقاليد أحتفظ بها، ولكن إطارها المكاني في بلدي فقط. أما عندما أخرج فهناك عادات وتقاليد أخرى علي أن أتأقلم معها ما دامت نصوصي الشرعية تستوعبها ودائرة الأخلاقية تقبلها. واضح؟ بعض الله تذكر إيمي شوا في كتابها عصر الإمبراطورية أن الوليد بن عبد الملك عندما أرسل وفدا من المسلمين إلى الصين من أجل المفاوضات، طلب منهم الملك الصيني أن يسجدوا له، أن يقوموا بهذه الحركة، فقال الوفد نحن لا نسجد إلا لله، نحن لا نسجد إلا لله. طبعا كان ذلك هو رأي الوفد، ومنذ ذلك اليوم ألغى الإمبراطور الصيني طلب السجود للغرباء. الدولة الإسلامية كانت دولة مهيمنة وقوية ربما في تلك الزمن، يحسب لها حساب، أو أن الأمير الصيني الإمبراطور الصيني يريد أن يكون هناك عربون صداقة، والرؤساء لديهم حساباتهم. المهم لكن هرقل ملك الروم، ما طبعا هرقل هذا مصطلح لكل أمير، يعني لكل ملك يحكم الروم، المصطلح العام هو قيصر. طبعا طلب من الخليفة العباسي أن يرسل إليه عالما معينا، وأخبر المجموعة التي معه أنه سيجعل هذا العالم يسجد له سجودا حقيقيا حتى يذله. فقالوا له إن المسلمين لا يسجدون لأحد. قال سترون إن شاء الله، ننتهي ربما أطلنا نحن. فماذا صنع؟ فأرسل إليه الإمام الباقلاني، أنت بتعرفون الإمام الباقلاني. فملك الروم أو قيصر الروم ماذا صنع؟ أحضر الباب أمامه ووضع فتحة صغيرة حتى يدخل وهو ساجد، لكن الإمام الباقلاني تنبه لهذا الموضوع فدخل من المؤخرة. ففوت عليه هذه الفرصة. لكن هذه لها سياقاتها الخاصة، والمسلمون اليوم لهم أن يفرضوا ما يرونه مناسبا، وما كان في الأمم السابقة قد ينسخ في هذه الأمم ولا يبقى تشريعا لنا، وهذه القضية تبقى محل تذاكر إن شاء الله.